يواصل رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي زيارته للعاصمة الإيرانية طهران والتي تستمر على مدار 3 أيام. في مستهل زيارته كان الخرافي قد أكد حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاتها مع إيران في المجالات كافة لا سيما على الصعيد البرلماني. بعد أنباء كشف شبكة تجسس إيرانية في الكويت، رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في طهران للتباحث مع مسؤوليها حول مستقبل العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد أن بردت إلى السطح أيضا مشكلة الآبار النفطية المشتركة والحدود المائية. وناقش الخرافي مع نظيره الإيراني علي لاريجاني والرئيس محمود أحمد نجاد قضايا إقليمية كالعراق وأفغانستان. موضوع شبكة التجسس لم يخرج عن إطار الإعلام الكويتي، فمسؤول الجانبين نفوا ذلك، ولذلك لا أعتقد أن هذه المسألة تضر بالعلاقات. إيران التي تنفي تدخلها في الشؤون الداخلية الخليجية ودعمها لشيع الكويت تؤكد باستمرار حرصها على تمتين الروابط مع مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر وجود قوات أجنبية في المنطقة لا يخدم سوى مصلحة إسرائيل وأمريكا على حد وصف مسؤوليها. وتقول أيضا إن البعض يحاول الإيهام والتعظيم بالخطر الإيراني لإبعاد الأنظار عن العدو الحقيقي إسرائيل. البلدان مهمان وجاران وعضوان في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتربطهما علاقات طيبة، وهذه الزيارة تعزز الروابط. يذكر أن أمير الكويت قد أرجع زيارة لطهران كانت مقررة في مارس الماضي، ويرى مراقبون أن مسألة الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران والخوف من طموح إيراني لامتلاك قنبلة نووية من الأمور التي تقف حائلا أمام تطور علاقات الجانبين. دول الخليج كغيرها تؤيد حق إيران المشروع في طاقة نووية، وإيران دعت الإمارات للتحاور بشأن الجزر، وهذا الموضوع لا يعيق العلاقات. القراءة الأولية لزيارة رئيس البرلمان الكويتي إلى طهران وأجندتها المعلنة تنم عن حرص الكويت على تنقية الأجواء وإقامة أفضل العلاقات مع طهران وإزالة أي سوء فهم قد يسيء لهذه العلاقات. فهل الحال نفسه بالنسبة لطهران؟ محمد عيدة، النيل، طهران.